اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي في فتره من الفترات الجميله جدا في النادي الاهلي خلال 15 سنه او ال 20 سنه اللي فاتوا، النجم الكبير كابتن محمد جوده. ازيك يا جوده؟ مشرف ومنور وسعيد جدا بوجودك معانا. اهلا وسهلا بيك كابتن اسلام، انا اللي مبسوط جدا ان انا معاك، وانا يعني انا واحد من جمهورك والله. ربنا يخليك يا حبيبي، جدا من الناس المحترمه والناس اللي بتتكلم في الكوره كويس جدا، بحب اسمع لك دايما يعني. جوده اكتشاف يا جماعه، خلي بالكم جامد جدا، ويعني بيعرف يحلل ايه، وبعدين مدرب كبير. انا ما كنتش اعرف، وبعدين احنا قعدنا في اوضه واحده بس في عرش الحدود، فكانت ايام جميله برضو. يعني جوده بقالك فتره مش باين، يعني النهارده ان انت تختصنا بوجودك معانا وان انت تبقى موجود معانا، يعني اعتقد ده شيء كويس جدا لينا يعني. طبعا ده شرف ليا يا كابتن اسلام والله، فعلا بقالي فتره كده مختفي شوية. مختفي عن الاعلام. اول طبعا ما كلموني ان انا اكون مع حضرتك، فطبعا ما اتاخرتش والله، يعني ده شرف كبير ليا يعني، مبسوط جدا. والدنيا اخبارها ايه؟ اهو الحمد لله كله تمام يعني، الحمد كنت لله. اخر حاجه عارف ان انت كنت مدرب في نادي طلائع الجيش، وبعد كده طلائع الجيش قعدت فتره كبيره جدا من 2014 لغايه 2019 او 2020 مع الكباتن كبيره جدا يعني كمدرب عام، منهم كابتن حسن شحاته مسك شويه، كابتن طارق يحيى، كابتن محمد حلمي، كابتن احمد العجوز، كابتن احمد سامي، واخرهم لوك ايميل البلجيكي. بعد كده اتنقلت مع الكابتن حماده صدقي السنه دي، يعني الموسم ده للانتاج الحربي. ايوه. طبعا حضرتك عارف كابتن حماده قعد فتره وسافر السودان. سافر السودان. بس يعني انا لغايه الموسم ده موجود في الانتاج الحربي، وان شاء الله في انتظار يعني عرض قريب يعني. تفكر بقى في ان انت هتكمل في الناحيه التدريبيه خلاص؟ طبعا يعني خدت شوط كبير قوي فيها يعني، بقالي تقريبا 7-8 سنين مدرب عام في الدوري ممتاز يعني. فدي الحمد لله خطوه كويسه جدا، ان شاء الله في انتظار حاجه قريب. الخطوه اللي جايه بقى بتفكر في مدير فني ولا لسه شويه؟ لا طبعا بفكر فيها طبعا، وان كان طبعا يعني هيكون حتى لو ممتاز به، فطبعا ما عنديش مشكله. بس هو ده التفكير، وبرده في كلام برده ان شاء الله يعني برده في دوري ممتاز مع احد المدربين، فان شاء الله ربنا يسهل. ربنا يكرمك يا جوده، انت تستاهل كل خير. خلينا نروح بقى للكوره وكره القدم، وست مباريات في غايه الاهميه للنادي الاهلي. انت كنت نجم كبير في النادي الاهلي، الضغط اللي بيبقى محطوط على اللاعبين في الوقت ده ازاي نقدر نشيله من على اللاعبين؟ انا بس عايز اقول حاجه قبل ما اتكلم في الكوره بعد اذن حضرتك. طبعا يا كابتن بقول طبعا الف سلامه لمؤمن. طبعا حطينا صوره مؤمن كمان وراك اهو، عشان دايما لا بجد يعني يمكن انا كنت قاعد بتفرج على حضرتك بره، وحضرتك قلت الخبر بجد زعلت جدا، فبنتمنى له السلامه وان شاء الله ربنا يشفيه يعني، ربنا كبير يعني ان شاء الله وربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. تاني حاجه برضو حابب برضو يا كابتن يعني اهني نفسي واهني الشعب المصري كله بالميداليات اللي حصلت في طوكيو. يمكن ان لم تخني ذاكره يعني يمكن اخر مره او عالم مصري اترفع في الاولمبياد كان تقريبا اثينا 2004 تقريبا، فبقالها فتره كبيره جدا. ف دول فعلا الجنود المعلومه يعني يا كابتن، واتمنى يعني اتمنى من حضرتك ومن الاعلام ما يبقاش تسليط ضوء يعني بسيط كده لفتره معينه وخلاص. صح. لان دول فعلا ابطال رفعوا اسم مصر، فحبيت اهنيهم واشكرهم يعني. الحقيقه الرئيس امبارح كمان عمل مداخله رائعه في القناه الاولى الحقيقه، واشاد بالدور اللي قام بيه كل الابطال، واتكلم مع فريال اشرف الحقيقه ذهبيه الكاراتيه، وكانت حاجه رائعه جدا ولفته كبيره جدا ومهمه جدا من سياده الرئيس. طبعا طبعا يا كابتن، يمكن برضو بنشكر طبعا فريال، يمكن احنا حصلنا تقريبا على 6 ميداليات برضو لو في حاجه صحح لي. لا صح، 6 ميداليات، واحده ذهب واحده فضه واربعه برونز. بنشكرهم كلهم طبعا، يمكن الذهب هي برضو الفرحه الاكبر، ولكن ما نغفلش كمان دور اللي احرزه ال5 ميداليات التانية. وبرضو عايز اضيف برضو رجالة منتخب اليد برضو بأمانة يعني شرفونا يعني، حصلوا على مركز الرابع يعني اول مركز يعتبر بعد 3 ميداليات، فبرضو حبينا نشكرهم يعني. طبعا عاملين شغل رائع، والحقيقة يكفي مساندة الشعب المصري بالكامل، وطبعا من قبلهم على رأس الشعب المصري الحقيقة سيادة الرئيس، وتهنئته لمنتخب اليد، وتهنئته لكل الأبطال الحقيقة اللي خدوا، وتكرمهم بوضع أسمائهم على كباري مهمة في مصر أو على أماكن مهمة في مصر. أعتقد أن ده تكريم كبير جدا جدا ويستحقوه الحقيقة. طبعا طبعا تكريم مهم جدا، كان جاي من فخامة الرئيس، فدي أعتقد يعني أكبر تكريم ليهم يعني بصرف النظر عن أي نواحي تانية. اتمنى بقى ان شاء الله بقى يعني الايام اللي جايه او السنين اللي جايه دي ان شاء الله نشوف المنتخبات. احنا بنتكلم على تخصصنا يعني انا وحضرتك يعني في كره القدم يعني،
نتمنى يعني ان شاء الله ان يبقى لينا يعني لينا تواجد اكتر من كده او نحاول نحصل على ميداليه ان شاء الله. انا اتمنى ان الميداليات تبقى اكتر خلال الفتره اللي جايه واللجنه الاولمبيه تقوم بعملها بشكل اكبر وبشكل اهم الحقيقه، لانه احنا محتاجين الحقيقه ان احنا كشعب مصري ان احنا نفرح اكتر بالميداليات ونفرح اكتر باكتر من سته، يعني ليه ما يبقوش 7 ما يبقوش 10 ما يبقوش 20 في عالم. ليها عوامل كتير قوي برضه كابتن اسلام، يعني يمكن انا لو اتكلمت انا كمدرب دلوقتي على حتى الدورات التدريبيه، ما فيش دورات تدريبيه دلوقتي، ليه اتحاد الكوره مثلا كل سنه جداً. يبعت اربع مثلا مدربين المانيا، يبعت اربع مدربين فرنسا، يبعت ليه ما فيش الفكر ده؟ يعني ليه ما فيش الفكر ده؟ انا مش عارف، يعني انا بقول لحضرتك حتى الدورات الافريقيه توقفت. انا عايز اعرف ازاي نقدر نعد مدربين. يعني يمكن احنا دلوقتي يا كابتن اسلام نعتبر المدربين خلاص بخبرتنا بالتعامل كلاعيبه، وبعد كده شويه بالتعامل مع المدربين المحترمين المديرين الفنيين المحترمين، ولكن كل حاجه في الدنيا يعني بتتغير، محتاجه كورسات وتعليم. ما اعرفش ليه الدور ده مغفول. انا طبعا انا بتكلم على كره القدم، ما اعرفش في الالعاب الثانيه، ما اعرفش بيبعتوا بعثات المدربين او حاجه، ولكن بس فكرة رائعة الحقيقة يا جود، ليه لا؟ يعني صحيح اختار ثلاث اربع مدربين، يعني اختار اربع مدربين بشروط معينة مثلا بحيث هتتوزع يا كابتن لو كل سنة اربع مدربين، يعني الموضوع ما فيهوش مشكلة، يعني زي ما حضرتك قلت بشروط، ابدا مثلا باللاعب دولي، ابدا بال حط اي شروط بقى. اي شروط مناسبة طبعا، يعني مش قصدي يعني تبقى لحد بعينه، يعني انا قصدي يعني كل المدربين الموجودين بتاخد خبراتها من مدربين قبل كده، يعني من فقط لا غير من مدربين قبل كده، سواء لاعبين او مدربين. ولكن ان في اي يعني، ما هو برضو لو اتحاد الكوره عمل كده الموضوع مش هيكتفي بس كابتن اسلام، ممكن كابتن اسلام امكانياته الماديه ممكن يطلع يسافر يقدم، يعني انما عن طريق الاتحاد بتبقى حاجه احسن وحاجه محترمه جدا، يعني وتستطيع ان انت تستخدمهم كاتحاد كره يعني في المنتخبات الناشئين، في منتخبات الشباب، في منتخبات الاولمبيه. انا مش عايز اتكلم في المنتخبات اللي مقفوله على اربع خمس مدربين دي يا كابتن، يخلصوا المنتخب ده يروحوا المنتخب ده، يخلصوا المنتخب ده يروحوا المنتخب ده. وسع القاعده شويه، ده منتخب مصر. لو بنتكلم على نادي اهلي اي نادي تاني ماشي اوكي، ولاده اولى بيه، انما ده منتخب مصر، فلو وسعت القاعده اعتقد يعني زي ما حضرتك شايف، يعني احنا لسه بنتكلم على الاولمبياد، يعني في ناس في الكاراتيه خدوا ذهب، اكيد اشتغلوا على نفسهم كويس واكيد طوروا من نفسهم، انما احنا في كره القدم يعني لسه بعاد جدا، يعني يا كابتن اعتقد لو شويه افكار كده ممكن المنظومه، لان الكره العالميه زي ما حضرتك شايف يعني رايحه في حته ثانيه، احنا بعيد عنها خالص، رايحه في حته ثانيه الحقيقه، ولكن هي فكره رائعه الحقيقه، نحاول ان احنا خلال الفتره القادمه ان احنا دايما نتكلم فيها وتبقى موضوع للحوار، لانه مهم جدا ان احنا خلال الفتره اللي جايه ان احنا نساعد كل المدربين الشباب اللي طالعين، مش احنا ولكن احنا دورنا كفي الاعلام دايما زي ما بقول احنا بندي دور. ده كلام مظبوط، وفي الاخر اتحاد كره القدم او لجنه الثلاثيه هي من تدير وهي اللي لها الحق في الاختيارات، يعني واعتقد برضه كابتن حتى كتكلفه لو اتحاد مصري خاطب الاتحاد الالماني اعتقد حتى التكلفه هتبقى اقل، يعني ده ممكن يا كابتن، يعني لو اتحاد مصري خاطب الاتحاد الفرنسي خاطب الاتحاد الالماني اعتقد ممكن تبقى منحه، يعني اكيد حضرتك ادرى مني، اعتقد ممكن تبقى منحه ممكن جدا للاتحاد المصري كل سنه بالظبط، فحتى ممكن حتى موضوع التكلفه ده يبقى مش موجود، ولكن بس هي عايزه افكار يعني. لا فكره حلوه وجديره بان احنا نتكلم فيها خلال الفتره اللي جايه، واوعدك ان احنا هنفضل دايما في دار هذه الفكره، لانها فكره رائعه وشبابيه وبتدي للناس الشباب بيتعلموا من زي ما حضرتك قلت، انت اشتغلت مع مدربين كبار كتير. هو ده طريقه ان انا اتعلم، الطريقه الوحيده ان انا اتعلم، لان انا ما فيش اي احتكاك خالص يا كابتن اسلام، ما فيش اي احتكاك، ما فيش اتحاد الكوره حتى لو في ناس خبراء ودكاتره في الكوره، حتى اتحاد الكوره وقف موضوع الدورات ده، يعني وقف موضوع الدورات، انا مش عارف ايه السبب، يعني ممكن نخليها حتى في مصر يا كابتن. لا بس انا يعني كنت شايف من حوالي شهرين او حاجه اقل شويه يمكن كان في دوره للمدربين بي اعتقد. لا انا اصلا يعني انا حاصل على البي من لا حاصل على البي من فتره، يعني انت عايز ايه بقى؟ انا من ست سنين مثلا واخد البي دي، يعني لسه ما اتعملش من ست سنين دوره للايه، هو ده يمكن هي دي، انما ما اعرفش لو اتعملت البي لا ممكن تكون السي او البي ما اعرفش، يعني انا قريت حاجه كده وانا بتكلم يعني. ودي كمان يا كابتن اسلام دي في ال في ال دي دي بتبقى رخص مش دورات، دي انت عشان تحصل على الرخص بالظبط، خلاف الدورات تقصد دورات تثقيفيه وتعليميه بالظبط كده. نتمنى ان ده يحصل خلال
الفترة اللي جاية. وطبعا كل التهنئة، وهنفضل نهنئ الحقيقة كل أبطالنا في الأولمبياد، فريال وجيانا وكل المجموعة اللي خدت، وأحمد الجندي وهداية ملاك وسيف وكل المجموعة وإيشو، كل المجموعة اللي خدت الميداليات وكل الحقيقة اللي اشتغل خلال الفترة السابقة. جودة بقى خلينا نروح للنادي الأهلي وهذه الفترة، ونحن نشيل كيف نستطيع كجمهور بقى، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره الجايه عشان تقدر تشيل الضغط من على اللاعبين على الرغم من عندهم خبره كبيره وكل حاجه. هو اولا يا كابتن اسلام، يعني زي ما انا بقول اللعيبه دي محظوظه ومش محظوظه. ايوه مش يعني محظوظ، يعني لو قلنا عدم وجود الجمهور ممكن نقول محظوظه ان ما فيش ضغط زي ما حضرتك، يعني انت شوف كنت حضرتك بتلعب الاستاد متقفل، ده اسمه مش ضغط، ده ضغط الضغط. تخيل بقى ان هو بيروح برضو على الاقل، يعني الضغط مش جاي من الناس اللي حواليه، الضغط جاي من هو عايز يحصل على البطوله فقط لا غير. انما تخيل اللي بيلعب 90 دقيقه قدام جمهور كبير جدا، وحضرتك عارف الباص الغلط كان الجمهور بيعمل الزومة ايه؟ فاعتقد هو محظوظ ومش محظوظ، مش محظوظ ان هو ما قدرش، يعني في ممكن الجيل ده بالكامل باستثناء واحد او ثلاثه، هو تقريبا سعد سمير ورامي ووليد تيقلي، بس برضه يعني ثلاث لعيبه من قايمه 25 او حاجه هم اللي، ومش بقيسها على النادي الاهلي بس، جيل كامل في الكوره المصريه ما قدرش لسه ما لعبش قدام جمهور. الجمهور متوقف تقريبا من 2013 في الاسلام، داخلين في 9 سنين او كتير جدا. فاعتقد النقطه دي ممكن يستغلوها في صالحهم، ان كده كده مفيش ضغط جماهيري. الضغط الجماهيري انا عارف ان حضرتك تقصد موجود ضغط جماهيري على السوشيال ميديا، على سواء فيسبوك، والكل بيتابع ولكن ازاي انا اقدر اشيل الضغط ده؟ العامل النفسي مهم جدا يا كابتن دلوقتي، اللي دخل برضو في حته التدريب. ان انا الفتره دي مش مطلوب مني انا كمدرب او كمدير فني، وطبعا مستر موسيماني وجهازه على اعلى مستوى، واعتقد ان هو بيعملها كويس جدا. بدليل اخر مباراه سيراميكا، اعتقد من بعد الحصول على البطوله الافريقيه من احسن الماتشات اللي اتلعبت، ماتش سيراميكا. فده اكبر دليل، انا ده من وجهه نظري، فده اكبر دليل ان هو بيشتغل على العامل النفسي كويس جدا جدا. لان انا دلوقتي مش مطلوب مني زي مباراه الاهلي والزمالك لو تفتكر يا كابتن اسلام، كان المدرب ما بيتكلمناش قبليها كتير. ليه؟ احنا اوريدي عاملين حسابها، واوريدي كل واحد متحمل المسؤوليه. في فتره كده قبل مباريات زي الوضع اللي حاصل ده، والوضع ده ما بيتكررش كتير، وحضرتك عارف يا كابتن ان يبقى في منافسه لاخر 6 ماتشات. يعني من الاوقات النادره ان انت تلاقي فيها الاهلي والزمالك متساويين في النقاط. يعني دي حقيقه، يعني يمكن من فترات طويله، من فترات كبيره جدا. انت بتتكلم حضرتك نفس عدد مرات الفوز، نفس عدد مرات الهزيمه، نفس عدد مرات التعادل. طبعا المواجهات مباشره طبعا لصالح الاهلي، الاهداف لصالح الاهلي، ولكن انا بتكلم على عدد الفوز وعدد الهزيمه. لا اللائحه دي، لا دي قصه ثانيه، لان احنا بدانا الموسم باللائحه دي يا كابتن. الناس اللي بتتكلم في اللائحه دي وتقول مواجهات مباشره مش مواجهات مباشره، هنرجع تاني، انا اسف يعني يا كابتن اسلام، هنرجع تاني زي موضوع يمكن احنا عذرنا شويه ساعه موضوع نادي القرن. اما قالوا ما حدش بلغنا وبلغوا، لو حضرتك تفتكر لا، بس الاتحاد الافريقي قفل الموضوع ده كذا مره. لا انا بتكلم يعني دلوقتي ما فيش يعني دلوقتي هتقول ايه؟ هتقول برضو ما حدش بلغنا؟ دي رايحه وموجوده وتمشي على الكل. يعني لو كنت عايز تعترض عليها كنت ممكن تعترض من 7-8 شهور، ما تجيش اما توصل الامور كده وتعترض. فاعتقد يعني حته الضغط العصبي اللي حضرتك اتكلمت عليها للعيبه بتيجي برضو، يعني في جلسات كتير جدا، مش كل حاجه التدريب اللي في الملعب يا كابتن اسلام، في قعدات مع لعيبه، وفي دي اهم دلوقتي يا جودة اعتقد، دي مهمه جدا جدا يا كابتن، زائد بقى حاجات فنيه بقى برضو، التدوير برضو شويه يا كابتن، عشان برضو الاجهاد والضغط العصبي ما بقاش انا كلاعب برضو 11 لعيب بس متحملين ان هم مطلوب منهم افريقيا ومطلوب منهم الدوري ومطلوب منهم الكاس. وعايز اقول لهم يعني ده قدر جميع الاجيال، ده قدر جميع الاجيال، فاعتقد انتوا قدها وان شاء الله بتسطروا تاريخ كبير جدا. يعني الجيل ده برضو يمكن هيقرب شويه من الجيل برضو يا كابتن اسلام اللي حضرتك كنت فيه، فان شاء الله يعني الست ماتشات مش كتير، ولكن ما يعني اتمنى ان طبعا الجهاز الفني اكيد بيعمل كده، ان هي ما نقولش 6 ماتشات، احنا ناخد مباراه ماتش بماتش. لما نيجي نتكلم عن مباراه سواء اسماعيلي، ام بي، الجيش، المصري، جونه، اسوان، كلها مباريات صعبه، ولكن من وجهه نظرك ايهما اهم؟ ما هو اصعب، بلاش اهم لان كلهم اهم.
لا هو برضه يا كابتن يعني برضه الحته دي، سواء انا يعني انا كراجل اهلاوي عايز اوصل للعيبه ان كل المباريات صعبه، كل المباريات صعبه. ما اقدرش انا اقول دلوقتي، يمكن لو حضرتك شفت احنا فقدنا نقاط ممكن تلاقيها مع انديه اقل من انديه كبيره جدا. انت دلوقتي المنافس بتاعك نادي الزمالك، انت حضرتك اخد منه كام نقطه؟ اربع نقاط. ممكن تقيس على نادي تاني تلاقي مثلا واخد منه 3 نقاط، فهي ملهاش علاقه ان ده احسن. هم المباراه بال3 نقاط، هي دي اللي لازم الجهاز الفني ولازم الاعلام، مش عايز اقول الاعلام الاهلاوي، انا كاهلاوي لازم لو اللعيب قاعده بتسمعني دلوقتي ان كل المباريات صعبه، كل المباريات صعبه. وان شاء الله ان شاء الله يعني طبعا انا كاهلاوي اتمنى ان تتحسم قبل ان شاء الله ما تخلص 6 مباريات ان شاء الله. ربنا يسهل، لكن احنا بنتكلم على ان ال6 مباريات القادمه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بنفس القوه. يعني حضرتك قلت بتتكلم على اسماعيلي، على طلائع الجيش، كل الانديه مقدمه بصوره. اسماعيلي وانبي وجيش كلها مباريات صعبه، ومصري وجونه واسوان، كل مباريات صعبه جدا يا كابتن. فاعتقد ما فيش حاجه اصعب من الثانيه، هي مباراه ب3 نقط. فان شاء الله ان شاء الله العداله التحكيميه في مثل هذه الظروف يا جوده بتبقى ليها النصيب الاكبر في كل شيء. بمعنى ان العداله التحكيميه عندما تكون متواجده الفريقين مش هيبقى عنده مشكله غير ان هو يلعب في الملعب فقط. شايف ازاي التحكيم خلال الفتره الاخيره؟ يعني انا من الناس اللي مش بحب اصلا اتكلم عن التحكيم في الاسلام، واتمنى حتى لو حد اتكلم عن التحكيم يبقى مثلا ممكن يبقى حضرتك، ممكن يبقى انا، ناس بره المنظومه دلوقتي، يعني ناس بره. ما انا بقول لحضرتك يعني انا من وجهه نظري برضو يعني من وجهه نظري في مع وجود الفار ده المفروض الاخطاء التحكيميه بالظبط تقل. ولكن برضو يعني نرجع برضو نشتكي دلوقتي الناس بتتكلم في موضوع الاخراج التلفزيوني، نقلنا الموضوع خالص من ملعب وتحكيم للاخراج التلفزيوني. حضرتك شفت الاعداد، ما حدش عارف يوضح، خالص. الحكم بيقعد خمس في مثلا الكره زي بتاعت جول الشريف في مباراه سيراميكا، لا دي جت في صدر قفشه، دي واضحه. لا دي واضحه جدا، دي واضحه جدا يعني. بس يعني عايز برضو يعني ابعد ان اللعيبه ان يكون في اي حجه يعني يعني ده برضو ده وجهه نظري يعني. سواء انا طبعاً. يعني انا بتكلم في الموضوع ده ان مش عايز حد من اللعيبه يتاثر، وخصوصا في برنامج كبير زي حضرتك كل لعيبه الاهلي بتتفرج. يعني يمكن الحاجات دي يسيبوها لنا احنا، او يسيبوها حضرتك ويسيبوها الاعلام. ولكن برضو يعني لو بدات كمدرب بالدورات وبالكلام ده، اعتقد برضو التحكيم برضو لازم برضو يبقى فيه حاجات كده. لسه يعني كابتن يعني مصدر من لجنه الحكام الحقيقه وهو بيتكلم معانا قال لنا ان خلال الفتره الجايه في 18 حكم بمناسبه التدريبات. يعني انا والله ما اعرف حتى المعلومه دي. يعني لا قال لي ده هو يعني حد كلمني النهارده في الفاصل وقال لي ان خلال الفتره القادمه في 23 حكم صفاره هيخشوا هيعمل لهم تدريبات معينه عشان الفار، و23 حكم صفاره او 18 حكم صفاره و23 حكم مساعد واربع حكمات كمان عناصر مهمه جدا زي ما حضرتك قلت. العداله التحكيميه لو توفرت يعني دي حاجه هتبسط الطرفين، حتى الطرف المغلوب. يعني لو في مباراه مثلا اي نادي اتغلب وفي عداله تحكيميه ما بيقدرش يطلع يتكلم بالظبط. يعني فبرضه منظومه برضه يعني زي ما بيقولوا ليها ماليها وعليها ما عليها برضه. احنا منظومه واحده التحكيم. في الاخر نتمنى ان المنظومه دي كلها ترتقي. بس عنصر مهم جدا يا استاذ، عنصر هو متحكم انت مش متخيل. يعني يطرد مدرب، يطرد لعيب، يطرد قرار مؤثر. ممكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في اوقات كتير جدا انا بروح للحكم بقول له يعني انت ممكن نمشي دلوقتي بسبب خطا منك بالظبط، وفي الاخر هو بيحصل ايه يا كابتن؟ بيتوقف ماتشين ويرجع يكمل عادي ومفيش مشكله. وانت اللي مشيت كمدرب او اي مدرب بالظبط. يعني لا يعني انت مثلا لما تيجي تبص على الناس بتقول لي ايه يعني كابتن اسلام، انت بتتكلم بعد ما نلاقي يشجع النادي الاهلي طبعا يقول لي ايه انت دايما بتتكلم، طب ما انت كسبان سيراميكا كليوباترا. ايوه كسبان سيراميكا كليوباترا ولكن مظلوم في هدف. انت ما قلتش حاجه، انت قلت العداله التحكيميه. العداله التحكيميه لكل الاطراف. لا ما هو انا مظلوم في هدف، ما هو الهدف ده كان الهدف الثاني. ونفس يعني الكلام انت من حق حد تاني لو اتظلم في حاجه اتكلم بالظبط. انا ما عنديش مشكلة. لا انا بتكلم عن ممكن حضرتك تطلع تقول فعلا ده كان ليه مثلا ضربه جزاء، فعلا كان ليه كذا. انما هو موضوع هي الكلمه يعني بعيد عن اي انتماءات، هي العداله التحكيميه للكل. العداله التحكيميه للكل سواء في التنافس على الدوري العام المصري او بالزبط.
بالظبط، يبقى كده احنا يبقى حضرتك بتطالب بيها للجميع مش بتطالب للجميع طبعا، ولكن بما اننا في قناه الاهلي فانا أيوة عايز الاهلي. وحضرتك قلت مثل معين، واقدر يعني واحد تاني مشجع تاني نادي تاني تقدر تقول مثل معين، مش هتلاقي حد اهلاوي بيقول لك ليه طالما عندك حق يعني. لان انت ما يطبق عليك ويطبق عليا، فهو في النهايه كله بيطبق بمعيار واحد، فهو ده اللي احنا عايزينه. اكيد اكيد، ان اللي يكسب الدوري يكسبه بشكل جيد وبكل حاجه، واللي لا قدر الله يحصل اي حاجه ثانيه تبقى الامور برضه الكل بيتكلم في هذا في هذه المنطقه. طيب يمكن الفتره اللي فاتت برضه احنا بنتكلم عن فوز النادي الاهلي بالبطوله التاسعه والعشره، وبعد كده رجوعهم للدوري العام المصري خلال 16 يوم او 20 يوم مثلا او 22 يوم تحديدا، هتلعب 10 مباريات او لعبت منهم 3، هتلعب 9 مباريات لعبت منهم 3 ويتبقى 6 مباريات. اعتقد ان ده ضغط برضو بقى فني وبدني كبير قوي. هو طبعا ضغط بدني اكبر منه فني، لان كده كده يعني اعتقد النادي الاهلي يمتلك لعيبه على اعلى مستوى فنيا، فدي كده كده يعني تعتبر العنصر البدني هو اللي ليه تاثير كبير جدا يا كابتن اسلام. احنا بطلنا ليه؟ عشان العنصر البدني مش قادر يجاري المخ ان هو ياخد قرارات. فاعتقد مع ان انت بسم الله ما شاء الله زي ما انت ما تخنتش ولا حاجه، ولا انت برضه اولا ما شاء الله يعني عليك. بس اعتقد يا كابتن اسلام هي ما لهاش حل غير سياسه التدوير. مهمه جدا جدا جدا. اتعملت على فكره برضه في عدم وجود 6 لاعبين. لا اتعملت وبتتعمل حاليا يعني يا كابتن اسلام، حتى لو في عنصرين 3، ولكن دي حاجه مهمه جدا. عشان كده يا كابتن اسلام اللعيب اللي ما بيلعبش او اللعيب اللي مش بيشارك بصوره مستمره هيلاقي نفسه الفتره الجايه ده هيلاقي نفسه كمان في موقف كبير جدا، موقف فيه حسم لبطوله الدوري، موقف فيه لازم تحسم الثلاث نقط بتوع المباراه، وموقف اخر يعني هيبقى لي انا ان انا ما بشاركش بصوره اساسيه وشاركت وكنت جاهز. فاعتقد دي حاجه مهمه جدا، وخصوصا في نهايه الموسم يا كابتن برضو بيبقى في تقييم للعيبه وفي كل حاجه، فاعتقد فرصه كويسه للعيب اللي مش بيشارك بصوره اساسيه. ايوه طيب، برضو على الجانب الاخر لما نيجي نتكلم على المباراه بقى يوم الاربعاء القادم، مباراه الاسماعيلي، دايما مباريات الاهلي والاسماعيلي بتبقى مباريات ليها رونق وليها طابع خاص، وانت لعبت في الفرقتين، لعبت في الاهلي ولعبت في الاسماعيلي، شايف مثل هذه المباراه هتبقى، لان هيبقى عليهم هيبقى فيها ضغط كبير جدا جدا فيها ضغط كبير جدا من الناحيه النفسيه طبعا، لوضع خصوصا وضع النادي الاهلي في المنافسه. اعتقد الاسماعيلي مش هيقدر يوصل للمركز الرابع، مش هيقدر يشارك في البطولات الاسماعيلي يعني. ولا هيهبط. فاعتقد اسماعيلي طول عمره طبعا نادي كبير، طول عمر الاسماعيلي كورته حلوه، فاعتقد الكره الحلوه مع عدم الضغط الاسماعيلي ما عندوش اي حاجه تسبب له ضغط يا كابتن اسلام، تسبب له ضغط نفسي، فاعتقد هيكون اهدى. النادي الاهلي يعني لو ساب الاسماعيلي يمتلك الكره ممكن هتبقى فيها مشكله كبيره جدا، بقول لحضرتك، وخصوصا ان مفيش اي ضغط يعني. ده انت حضرتك يعتبر في نهايه موسم، ونادي الاسماعيلي مش هيقدر يوصل للاربعه اللي هيشاركوا في افريقيا ولا هيهبط، فاعتقد هو اهدى. ولكن النادي الاهلي لو ترك مساحات للعيبه النادي الاسماعيلي، وخصوصا لعيبه النادي الاسماعيلي على مر العصور، لو ترك مساحات هتبقى فيها مشكله كبيره جدا. طيب شايف ازاي بقى المباراه من الناحيه الفنيه؟ يعني انت كنت احد نجوم خط الوسط، واحنا عندنا 3 في خط الوسط سواء حمدي او اليو ديانج او عمرو السولية، الثلاثي ده دايما بيبقى ليهم دور كبير في مثل هذه المباريات. يعني برضو يا كابتن يمكن الفترات الجايه دي اعتقد ان زي فترات كتير جدا مستر موسيماني مطلوب ان يحسم المباراه، مش ان هو يحافظ مثلا على نتيجه او حاجه. فاعتقد في اتنين دايما ليهم دور، ولو حضرتك سالتني مين المفروض ليه دور هتحط اي اتنين، مش فارق خالص بامانه. حمدي فتحي مستوى عالي جدا، اليو ديانج حاجه كبيره جدا وعظيمه، عمرو السوليه لا غنى عنه. فاعتقد لازم اتنين بس اللي يشاركوا في الفترات اللي جايه دي بالذات، اتنين بس منهم يشاركوا. وان كان يعني انت ما بتفضلش ان يبقى في 3 بس؟ لا الفترات اللي جايه دي يا كابتن انا مطلوب مني احسم الدوري. يعني مطلوب مني الثلاث نقاط، ويمكن حتى في الاحصائيات حضرتك النادي الاهلي دايما اغلب اهدافه جاب تقريبا حاجه 50 هدف، في ممكن 40 هدف الشوط الثاني، 40 هدف الشوط الثاني، دي معناها ان برضو بيبقى فيه
تأخير شوية في حسم النتيجة. أما أكتر من 70% من أهداف النادي الأهلي في الشوط الثاني، فدي أعتقد لازم تتغير شوية، لازم ننزل المباراة نحسم المباراة يعني من أولها. برضو حضرتك كل لما الدقائق تعدي فدي برضو مشكلة، وخصوصا إن أنت مش يعني النادي الأهلي، يعني أنت حضرتك بتقول إحنا زي الزمالك بالظبط في نفس عدد النقاط، ولكن النادي الأهلي يمتلك حاجة مهمة جدا، إن حسم بطولة الدوري بإيده هو. ما زالت بإيده هو طبعا. ما زالت، ما أنا بتكلم على الوضع الحالي، ما زالت بإيده هو. عكس نادي الزمالك اللي متساوي في عدد النقاط وعدد مرات الفوز وعدد مرات الهزيمة. بينتظر النادي الأهلي. فأعتقد لو الموضوع أو حسم دوري يكون في إيدك، دي حاجة لازم ما نفرطش فيها أبدا، لازم ما نفرطش فيها. طيب برضو من الناحية الفنية، دايما مباريات الأهلي والإسماعيلي، وبرضو أنت لعبت في الاثنين، مباريات الأهلي والإسماعيلي دايما بيبقى ليها شكل مختلف حتى جماهيريا، على الرغم من عدم وجود جمهور، ولكن على السوشيال ميديا وعلى المتابعة ودايما بننتظر من هذه المباريات الأهلي والإسماعيلي بننتظر حاجة جامدة جدا. هل تتوقع كده يوم الأربع، ولا شايف أنها هتبقى مباراة عصبية، ضغوط اللي على النادي الأهلي، الضغوط اللي على بعض الضغوط القليلة اللي على النادي الإسماعيلي، شايفها؟ لا أنا أتوقع أن هي تكون مباراة فنيا عالية جدا جدا، لأن أنا متأكد، يعني متأكد، أنا طبعا ما أعرفش، ولكن متأكد أن مستر موسيماني لازم يطالب لاعبيه بالهدوء في الفترة دي خالص، يبعد عن أي ضغط عصبي خالص. فأعتقد مطالبته بالهدوء للاعبته في مباراة زي مباراة الإسماعيلي، وأوريدي الإسماعيلي جاي ما عندوش أي ضغوط، فأعتقد هتكون مباراة كويسة فنيا برضو لما يمتلكه الأهلي دلوقتي من نجوم كبيرة جدا. برضو النادي الإسماعيلي عنده لعيبة كورة، فأعتقد عمر مباراة الأهلي والإسماعيلي ما كانت فنياتها قليلة. على طول حتى الأهلي كسب الإسماعيلي 6 قبل كده، في 4-4، يعني حتى لو المستوى كابتن فارق كبير جدا او النتيجه فارقه كبيره جدا، بتظل هي مباراه الاهلي، ولكن المستوى الفني بيظل هو يعني. الاسماعيلي ما قبل بقى ايهاب جلال وما بعد ايهاب جلال، الاسماعيلي قبل كابتن ايهاب جلال شيء وبعد كابتن ايهاب جلال شيء اخر، يعني بعد تولي طبعا الكابتن اكيد كابتن اسماعيل، الكابتن ايهاب جلال طبعا مدرب كبير جدا. اعتقد الاسماعيلي وجد ضالته في مدرب كبير زي كابتن ايهاب جلال، لان اما باجي اجيب مدرب برضه كابتن اسلام برضه ببقى عارف، وخصوصا ان مش هو اللي مختار اللعيبه، وخصوصا ان بعد ما الموسم ابتدى، فلازم اختيار المدرب يكون بيشابه طريقه النادي او بيشابه اللعيبه الموجوده دي. اوكي. غير كده هيحصل صدام كبير جدا. اول حاجه المدرب ممكن يقول مش انا اللي مختارهم، مش انا اللي جايب اللعيبه، ده هيشيل ده وده هيشيل ده، ولكن النادي الاسماعيلي وجد ضالته في مدرب كبير زي كابتن ايهاب جلال، طريقته واسلوبه مع حتى جميع الفرق اللي دربها بتتماشى اكتر حاجه مع النادي الاسماعيلي. فالوضع مختلف. لا الوضع مختلف جدا، ومش ده مش كلامي، ده بالارقام وبالنتائج. لو حضرتك قلت فرق كبير جدا بين الاسماعيلي قبل كابتن ايهاب جلال وبعد كابتن ايهاب جلال. بتتابع الاسماعيلي خلال هذه الفتره؟ يعني اكيد على فترات برضو. يعني اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في النادي الاسماعيلي من وجهه نظرك؟ هي برضو فيها كابتن ايهاب جلال والنادي الاسماعيلي دلوقتي، برضو كابتن ايهاب جلال حضرتك عارفه ومسك فرق كتير، بيحب يبدا الهجمه من مظبوط من تحت. طريقه لعبه دي طريقه لعبه، بس دي سلاح ذو حدين، وخصوصا مع انديه كبيره او مع لعيبه كبيره. اقدر اطمعك يا كابتن اسلام ان انت تباصي لحد واعمل ضغط جماعي وضغط عالي. لا يعني هغلطك. يعني كابتن ايهاب جلال طبعا مدرب كبير جدا، ولاعيبه الاسماعيلي لعيبه كبيره جدا، ولكن حتى مع وجود الضغط ده بيصروا على التحضير من تحت. فاعتقد لو في ضغط جماعي، والاشاره دايما في الضغط الجماعي او الضغط العالي بتبقى من المهاجم. فاعتقد لو الاهلي استغل النقطه دي، اعتقد ان شاء الله هيبقى في فرصه كبيره جدا ان شاء الله. لعيبه النادي الاسماعيلي او لعيبه الكابتن ايهاب جلال قبل كده، لان الكابتن ايهاب جلال لا تختلف
طريقته مع نادي الاسماعيلي، مع نادي المقصه، مع كل الانديه اللي لعب معاها لا تختلف. انت لعبته قبل كده لما كنت مدرب؟ كتير جدا يا كابتن. كنت بتلعبه بهذه الطريقه؟ كنا بنلعب بنفس الطريقه دي، وخصوصا كابتن انت تحاول تغلط زي ما بقول لحضرتك، هو مش اصرار من الكابتن ايهاب جلال، ولكن ده فكر الكابتن ايهاب جلال. ده فكر الكابتن ايهاب جلال، ويعني انا ممكن كمدرب اغير فكري على مدار ال 90 دقيقه. طبعا كابتن ايهاب جلال ما شاء يعني محفظ لعيبته كويس جدا. عايز اقول لحضرتك اوقات كتير جدا جدا بيكون مثلا لاعب المقصه كسبانين واحد وفاضل دقيقه مثلا، انا طبيعي كمدرب لازم العب الكابتن ايهاب جلال، يعني ما شاء الله ما عندوش مشكله، لا ما عندوش مشكله خالص، في هدوء، في تحضير كويس جدا، عايز يطلع بالكره من تحت. فاعتقد دي نقطه ممكن يستغلها النادي الاهلي كويس جدا. افضل طريقه يستغلها بقى النادي الاهلي، ما هي دي تعتبر يعني من نقاط قوه ونقاط ضعف، لان بناء الهجمه دي حاجه مهمه جدا في الكوره، ولكن مع فريق كبير زي النادي الاهلي لعيبته تقدر تعمل الضغط العالي والضغط الجماعي مهم جدا، مش ما يبقاش ضغط فردي، ما يبقاش المهاجم رايح يضغط واللي وراه ما يضغطش، اكنه ما عملش حاجه. احنا بنقول لو واحد اثر في الضغط الجماعي ده ولا كان حاجه ولا اكن ولا اكن في ضغط. فاعتقد اكيد مستر موسيماني شغال على الموضوع ده، وان شاء تفتكر الله. ان كابتن ايهاب جلال ممكن يغير طريقته عشان النادي الاهلي ولا لا؟ لا ما افتكرش كده. يعني على مدار يعني يمكن لعبت قدامه مباريات كتير كمدرب، يعني كمدرب عام مش كمدير فني، الطريقه هي حتى برضه لما تولى مسؤوليه نادي الزمالك كانت نفس الطريقه يعني. فالكابتن ايهاب مش هيغير طريقته؟ لا مستحيل. طيب الجانب الاخر بقى، النادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي والانسجام والتناغم اللي موجود ما بين الرباعي الهجومي قفشه شريف، انا بتكلم على اخر مباراه، حسين الشحات كهرباء. نعم كهرباء وكهرباء. شايفه ازاي؟ يعني طبعا انا بالنسبه لي ما شاء الله، يعني ما شاء الله قفشه دلوقتي يعني واصل لمرحله ما شاء الله عليه، يعني مش عايز اقول بره التقييم يعني، ولكن لعيب ملتزم جدا، لعيب موجود في المباريات الكبيره، لعيب عنده حلول، سواء حلول لزمايله او عن طريق التسديد او عن طريق التسجيل، لان دايما يا كابتن كنت ممكن تلاقي رقم 10 ده بصير كويس قوي، بيعمل سروهات كويس قوي، ولكن ما شاء الله قفشه جامع بين ان هو هداف، جامع بان هو صانع العاب، جامع بين الناحيه الدفاعيه، لان في كتير جدا ما بيشوفوش قفشه في النواحي الدفاعيه، ولكن يعني انا لو بتفرج كمدرب لا بيرجع يساعد الاثنين الديفندرات. الناحيه برده الثانيه محمد شريف ما شاء الله يمكن هداف الدوري، يعني لعيب متطور بصوره كبيره جدا، في انسجام كبير جدا جدا بين قفشه وشريف خصوصا، يمكن حسين الشحات متوهج جدا دلوقتي، كهربا بيلعب على فترات سواء هو او كان طاهر قبل ما يروح المنتخب. اعتقد الرباعي اللي قدام فارق كتير جدا، وعامل يعني يمكن لو قسنا الاهداف ممكن نلاقيهم اكتر اربعه جابوا اهداف في الحاجه و50 هدف اللي جابهم. طيب على الجانب الاخر الخط الدفاع وايجابيه مسحه بدر بنون، لسه بقى 72 ساعه كمان ويتعمل له مسحه اخرى، عندك اربعه بيلعبوا في هذا المكان، ايمن اشرف، رامي ربيعه، سعد سمير، إبراهيم. ياسر ابراهيم، الاربعه الحقيقه تقدر تعتمد عليهم، على الناحيه اليمين بيبقى غالبا هاني او اكرم توفيق، على الجانب الشمال بيبقى علي معلول ومعاه محمود وحيد. شايف برضو المجموعه دي او التجانس في خط الظهر عامل ازاي؟ انا عن نفسي يا كابتن بتفرج برضو سواء كجمهور او كمدرب ما بحسش باي فرق يعني لو حطيت اي حد سواء بدر بنون او ايمن اشرف او ياسر ابراهيم بيغيب ويرجع اكنه موجود واكنه رجليه في الملعب. فاعتقد دي ما ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله خالص، ما فيهاش مشكله خالص. مستر موسيماني الواضح لينا طبعا، انا ما اعرفش المعلومه، ان هو بيشتغل خطوط كويس جدا جدا، لان انت لما بتيجي تشتغل التدريبات التخصصيه ما باخدش الاثنين اللي بيلعبوا بس يا كابتن اسلام، باخد الخط بالكامل، ده تدريب تخصصي سواء خط الدفاع بالكامل مثلا. خط الدفاع بالكامل، فاعتقد بيعمل حاجات تخصصيه كله بيبقى شايف، لان انت بتشيل ده بتحط ده بتلاقي نفس الاداء ونفس طريقه اللعب. فاعتقد دي ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني طبعا ان شاء الله تطلع المسحه الثانيه سلبيه لبدر بنون، ولكن اعتقد ما فيهاش اي مشكله خالص، ايمن اشرف وياسر ابراهيم يقدروا يعوضوا يعني. برضو ناحيه اليمين بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا مشكله بس مشكله حلوه. انتوا كمدربين بتحبوا الحاجات دي، يبقى عندك واحد زي محمد هاني، واحد زي اكرم توفيق. اعتقد الحاجات دي بالنسبه للمدربين بتبقى مشكله لطيفه.
طبعا يا كابتن، احسن يعني ان انا يبقى عندي واحد او اتنين متواجدين في نفس المكان بنفس المستوى، حتى لو هيبقى المستوى 60، يعني الفرق بسيط، يعني فرق 10 في 60 40، برضو دي تبقى مشكله يعني زي ما بيقولوا مشكله ايجابيه، زي لعيب بيلعب في اكتر من مركز، ده اي مدرب بيتمناه. فاعتقد دي برضو زي ما حضرتك قلت، محمد هاني ابتدى يرجع لمستواه بصراحه، اكرم توفيق برضو زيه زي حسين الشحات ما شاء الله متوهج جدا الفتره دي، اي واحد فيهم يعني اعتقد يعني يقدر يؤدي، وان كان اكرم توفيق يعني دلوقتي بصراحه عامل امان حالة. عامل امان لجمهور الاهلي في الناحيه دي. يعني انت بقى كمدير فني لما يبقى عندك اتنين بالمستوى ده، مش بتكلم على هاني واكرم، ما بتكلم على اي اتنين بيلعبوا قريبين جدا في المستوى، بتحافظ على الاتنين ازاي؟ يعني برضه يا كابتن لازم ما بعيدش حد قوي، يعني لازم ما بعيدش حد قوي، حتى لو فترات في المباراه، وان كان برضه فترات في المباراه، وان كان برضه المركز يعني الناحيه اليمين او الباك اليمين او الباك الشمال، التغيير برضه بيبقى فيهم للضروره. للضروره انا بتكلم اثناء المباراه. يعني دايما تلاقي المدرب بيغير رقم 10، بيغير الجناح، بيغير المهاجم، ولكن مع المستوى ده لازم يحافظ على الاثنين، وخصوصا يا كابتن زي ما حضرتك بدانا كلامنا بضغط المباريات. بضغط المباريات والنواحي البدنيه، لو انا اديت واحد بس كل 72 ساعه مباراه، فمش هلاقيه بعد كده. فاعتقد يعني هو ممكن يمشيها حتى لو فترات في المباراه، ممكن واحد ياخد 60 دقيقه، واحد ياخد 30 دقيقه، ممكن حسب برضو الاستشفاء اللي بيتعمل، لان الدور الاستشفاء دلوقتي مهم جدا زيه زي التدريب يا كابتن. يعني الاستشفاء مهم جدا زيه زي النواحي التدريبيه. ودي طبعا يعني النادي الاهلي طبعا مميز فيها، طبعا بتجهيزات اوض اللبس بال عاملين شغل كويس جدا في الموضوع ده الحقيقه. انا شفته بصراحه عاملين شغل كويس جدا، ده ليه دور مهم جدا برضه، هيساعد المدير الفني او هيساعد المدرب ان كل اللعيبه تبقى في حاله بدنيه كويسه. علي معلول ودوره الرئيسي الحقيقه مع النادي الاهلي، ودوره كمفتاح كبير للجانب الايسر. طبعا علي معلول يعني يمكن برضو يعني عايز اما اجي اتكلم ادي كل اللعيبه حقها طبعا، يعني ولكن بصراحه مش قادر، يعني علي معلول فارق كتير جدا، مش فارق كتير جدا بس عن اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي، عن كل اللعيبه اللي بتلعب في مركزه، مش عايز اقول في افريقيا كلها ولكن دي حقيقه، ففارق بصوره كبيره جدا، مفتاح كبير جدا، مفتاح لعب كبير جدا في النواحي الهجوميه، يمكن اعتقد من اكتر اللعيبه اللي عامله اهداف، يعني ده انا ما عنديش الاحصائيه بالظبط، ولكن هتلاقيه من اكتر لعيبه صناعه الاهداف، من اكتر لعيبه في خلق المساحات، سواء للجناح اللي بيلعب قدامه او رقم 10، لان علي معلول على طول بص الاوفر ده جودة اوفر عالمي بتاع ماتش الانتاج. والتوقيت يا كابتن، التوقيت دي خبره، دي عايزه خبره كبيره جدا، التوقيت ده واحد بيبقى متسرع، ممكن الكوره دي القوه بتاعتها تزيد شويه، صح. ممكن القوه تقل شويه بسبب العامل، لان انت حضرتك بتتكلم في الدقيقه كام؟ ده 94 او 95. 94 يعني مجهود بدني ومجهود ذهني لو مغلوب، وضغط عصبي او متعادل يعني. فاعتقد يعني ما شاء الله عليه، فارق بصوره كبيره جدا عن اي حد في مكانه في افريقيا كلها يعني. طيب اخيرا محمد الشناوي بقى، والدور اللي بيعمله محمد الشناوي الحقيقه، وهو يعني بسم الله ما شاء الله ككابتن للفريق سواء جوه الملعب او بره الملعب. لا طبعا محمد الشناوي يعني يمكن احنا حتى بنقولها كده الحارس نص الفريق، فاعتقد محمد الشناوي سواء كقائد للنادي الاهلي او سواء في مركز حراسه المرمى، سواء على مستوى الدوري المصري او على مستوى بطوله افريقيا او على مستوى حتى الاولمبياد، يعني حضرتك شفناه، فاعتقد من وجهه نظري معاه مدرب كبير قوي، اكيد معاه مدرب كبير قوي، يعني انا برضو والله حتى ما شفته في تمرينه، بس اكيد معاه مدرب كبير قوي بيتغير من الشناوي بصوره كبيره جدا. يعني احنا يمكن الشناوي كان موجود في النادي الاهلي، مشي خد برضو خبرات دوري ممتاز بالزبط. رجع ما كانش الحارس الاول، ولكن اول ما خد الفرصه مسك فيها بصوره كبيره جدا، مصدر اطمئنان كبير جدا سواء للاعيبه النادي الاهلي او لمجلس اداره النادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي، يعني حاجة محترمة جدا. يعني ما شاء الله عليه بجد، ما شاء الله عليه، يعني موجود في كل البطولات، موجود في كل الأوقات، موجود في يعني عايز أقول لحضرتك
حاسم بصوره كبيره جدا لاغلب البطولات اللي دخلت النادي الاهلي في الفتره الاخيره. اخيرا يا جدا، المطلوب من لعيبه النادي الاهلي بقى وجهازه الفني ايه خلال 6 مباريات القادمه، المباراه اللي جايه تحديدا وبعدها ال5 مباريات؟ هو بالظبط يا كابتن زي ما حضرتك قلت، لا يعني مطلوب منهم يتكلموا بصوره كبيره جدا مع اللعيبه ان لازم مباراه بمباراه، لازم ما اقدرش دي اهم حاجه بالنسبه لي، ما اقدرش افكر في مباراه اللي بعد الاسماعيلي خالص الا لما تنتهي مباراه الاسماعيلي، افكر في المباراه اللي بعديها، واكن الدوري اكن حسم الدوري مباراه الاسماعيلي متوقف على مباراه. اعتقد لو بالطريقه دي، نواحي بدنيه نواحي فنيه، التدوير والتدوير ما بيجيش، انا ما اقدرش اقعد هنا اقول لازم التدوير، لازم المدرب هو اللي يقرر كده، لان هو اللي شايف حاله اللعيبه في التمرين، شايف حاله اللعيبه في المباراه نفسها، شايف اللعيب بيعمل استشفاء ازاي، فهو الوحيد القادر. التدوير ده لشغله برضه يا جوده تيالي، لانه في الاخر انا بحافظ على انسجام الفريق، فما ينفعش ان انا اعمل مثلا اغير 5 واقول ده اللي انا بقوله عليها. ده اللي بقول عليها كابتن اسلام، لان انا سامع، ما هو انا هقعد اقول التدوير وحضرتك تقول التدوير، واحنا اصلا مش شايفين التمرين بيحصل فيه ايه بالزبط. يعني يمكن بتشوف فقط ال 90 دقيقه، بنشوف فقط ال 90 دقيقه، ولكن بتشوف ال 90 دقيقه مثلا لعيبه معينه، اللي انا اللي الجمهور مثلا بيطالب ان هو يشارك وممكن يكون مش بيتمرن كويس مثلا، فاعتقد هو الوحيد القادر على موضوع التدوير ده، ولكن دايما يخلي حسم بطوله الدوري اكنها مباراه الاسماعيلي وبعديها المباراه اللي بعديها، يعني مباراه بمباراه، لان زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيمتلك حاجه دلوقتي، ان هو النادي الوحيد القادر على حسم بطوله الدوري بايده. عكس نادي الزمالك اللي هو منتظر اي تعثر لا قدر الله للنادي الاهلي. الحقيقه جود انا يعني دايما بستمتع بوجودك معانا، بشكرك جدا على وجودك معانا، والحقيقه بستمتع بيك دايما، ويعني بسم الله ما شاء الله، وشكلك بتلعب كوره كتير يعني، انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا، ودايما بتشرفنا وبتشرفنا. اتشرف بيك والله يا كابتن، وشرف ليا، ومبسوط جدا ان انا مع حضرتك. ده حبيبي، ده شرف لنا، انا بشكرك شكرا جزيلا. النجم الكبير كابتن محمد جوده. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت، وكلام هام جدا تكتيكيا عن مباراه الاهلي والاسماعيلي.